الخير، واهلا بكم على قناتي هاني المكاوي كولكشنز. النهارده ان شاء الله الفيديو اللي احنا هنعمله النهارده هو مهم جدا لكل مبتدئ في تربيه العصافير وخصوصا البادجي. الفيديو هيكون ازاي نقدر نفرق ما بين الذكر والانثى في عصفور البادجي. المقياس الاساسي في ازاي نعرف اذا كان العصفور ده ذكر او انثى هو الكير. الكير ده هي الحاجه اللي بتبقى فوق المنقار بتاع العصفور البادجي. دلوقتي انا معايا مجموعه عصافير، النسبه الكبيره فيهم ان هم اناث، فانا هجيب لكم هوريكم ثلاث عصافير برضو بنتدرج في الاعمار بتاعتهم، وبرضو هم كلهم اناث. الانثى بشكل عام الكير بتاعها بيكون ابيض، بعد كده بيبقى بني. فده بشكل عام اللي هي ايه الاناث، اوكي، لون الكير اللي موجود في الاناث. دلوقتي انا هبدا هجيب لكم اللي هو انثى، يعني احنا بنقول عليها ان هي شابات. يعني ايه شابات؟ يعني مثلا يكون عمرها مثلا 3 شهور، تكون هي لسه ما بلغتش. زي ما قلت دي انثى بنقول عليها شابات. بنعرف ازاي ان هي شابات؟ من لون الكير ده. طبعا هو الكير اهو، لو الكاميرا قربت شويه هتلاقوا لون الكير مدي على لون ابيض، فده معناه ان دي انثى بس شابات، يعني عمرها حوالي 3 شهور. ده الشكل الاولاني من الشكل الانثى في عصفور البادجي. دلوقتي هجيب لكم انثى ثانيه. حضراتكم دي الانثى الثانيه، لو حضراتكم دلوقتي شفتوا لون الكير هتلاقوا بدا ان هو يدي على لون بني بدل ما كان ابيض. دي انثى نقدر نقول عليها ان هي بالغه، بس لسه ما هياش في طور التزاوج، يعني اوكي، يعني دي ممكن قدامها مثلا تقريبا شهرين كده وتبدا ان هي تضع بيض وتبدا ان هي تخش في مرحله تفريخ. يعني حضراتكم دي الانثى الثالثه، لو انتم شايفين دلوقتي هتلاقوا اللون البني بقى هو الغالب. يا انثى شرسه شويه، اللون البني بقى هو الغالب. الحاجه الثانيه كمان، لو الكاميرا قربت على العين بتاعت العصفور هتلاقي في الحدقه اللي هي لونها ابيض. الحدقه دي هو الحاجه اللي بتلاقيها حوالين العين، فلو قربت شويه هتلاقي في الحدقه لونها ابيض، فده معناه ان الانثى دي جاهزه للتزاوج وان هي تعمل دورات انتاج وان هي تفرخ. فده اللي هو الايه الشكل الثالث من الاناث بتاع البادجي. فدي زي ما قلت ان هي انثى بالغه ودلوقتي جاهزه للتزاوج والانتاج. دلوقتي بقى هبدا اوريكم الذكور. حضراتكم دي مجموعه ذكور معايا، برضك هوريكم لون الكير بيبقى عامل ازاي. في الغالب لون الكير في ذكر البادجي بيكون لونه ازرق، ده في معظم الذكور ما عدا اللي هي الانواع اللي عينيها حمراء زي الالبينو زي اللاتينو زي الفالو. لون الكير في الذكر بيكون لونه مدي على بيربل، اللي هو لون بنفسجي، بيبقى خليط ما بين البنفسجي والروز، بس ما هوش الازرق. فده الاختلاف الوحيد ما بين الذكور اللي هي عينيها حمراء وما بين الذكور العاديه. حضراتكم ده الذكر الاول، لو انتم شايفين لون الكير هتلاقيه مدي على ازرق، بس الازرق ما هواش اللون الغامق قوي، فده نقدر نقول عليه ان هو ذكر بالغ وعلى وش انتاج، يعني ممكن في خلال شهرين يبدا ان هو يخش في دوره انتاج ويبدا ان هو يحصل تزاوج. حضراتكم ده الذكر الثاني، لو انتم شايفين دلوقتي هتلاقوا اللون الكير بتاع الذكر ده لونه ازرق قوي غامق. يعني كمان لو احنا جينا قربنا بالعين هنلاقي ان في حدقه حوالين العين لونها ابيض، فده معناه ان الذكر ده ذكر بالغ واوريدي جاهز للتزاوج وللانتاج. فده الشكل الثاني من الذكور البادجي اللي موجوده عندي. دلوقتي انا هجيب لكم الشكل الثالث والاخير، وهو للذكر فالو. حضراتكم ده الشكل الاخير من الذكور البادجي، هو الذكر فالو اللي هو عينه حمراء. دلوقتي لو انتم شايفين الكير بتاعه مدي على روز وشويه كده مدي على بنفسجي،
فده لون الكير في الذكر الفالو. وبشكل عام بيكون الذكر البادج اللي عينه حمراء بيكون في الغالب زي كده مدي على بيبقى لا اما روز لا اما بيربل، او يكون يعني مازج بين اللونين. كمان ده زوج بالغ وكمان منتج، يعني يقدر ان هو يعمل تزاوج ويقدر ان هو يبقى عنده انتاج، لانه برضه لو انتم شايفين الحدقه بتاعته بتبقى بيضه، فده برضه ده درجه بتدل ان العصفور ده جاهز للانتاج وللتزاوج. كمان انا باذن الله هنزل لكم في نهايه الفيديو ده صوره بتبين لكم جميع الوان الكير عند ذكر البادجي، وفي نفس الوقت جميع الوان الكير عند اناث البادجي. وبكده يا جماعه اكون وصلت لنهايه الفيديو بتاع النهارده، اتمنى يا رب ان هو يكون عجبكم وتكون انتوا استفدتوا بيه. طبعا في نهايه الفيديو ده انا حابب ان انا افكركم بس ان انتوا يا ريت ما تحرمنيش من دعمكم، وان انتوا تعملوا لي سبسكرايب وتعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس، واللي يهمني قوي قوي تعليقاتكم. فياريت ان شاء الله اشوف تعليقات كتير باذن الله، واشوف لايك كتير، واشوف اشتراكات كتير كتير، يعني بحيث ان شاء الله اقدم لكم الاحسن والاحسن باذن الله. يلا مع السلامه، اشوفكم على خير.